فنحن الآن نري جميع أخوتنا في المنطقة الغربية والجنوبية أن حفتر والله والله الذي لا إله إلا هو إذا دخل منطقة كالجرد يفسد، لأنه لا يأتي بجيش. الذي رأيتموه ورأيناه نحن قبلكم كانوا بلطجية صياع بكلام، خمسة من شهوده أولهم الحجازي آخرهم منصور عبيد، كذلك وزير دفاع حكومة الوفاق الذي الآن يهدد فيها في طرابلس السيد المهدي البرغثي، وضح للناس أن ما يحدث هناك عبارة عن عملية انقلابية على ثورة 17 فبراير. ولولا 17 فبراير لخليفة حفتر الآن موجود في أمريكا، لأنه لا يقدر يدخل ليبيا إلا بعد قيام ثورة 17 فبراير. ويعلم جيدا هو وغيره من هؤلاء الأبواق التي الآن تسوق له في ليبيا أنه يحارب الإرهاب. يا أخي وين الإرهاب؟ إذا أنتم شاهدتوا إنكم أنتم خرجتوا بعض الشخصيات، أنتم جبتوها وخرجتوها من بنغازي باسم الدول الإسلامية والإرهاب. نحن براءة منهم، براءة من أفعال أي إنسان شاد عن القاعدة قاعدة ويروجون حتى يعني يروجون ذلك الآن على ثوار ليبيا في الجنوب وفي الغرب كما فعلوا في بنغازي.